انا في حاجات غريبه قوي بتحصل، انا عايزه احكيها لك. حاجات غريبه زي ايه؟ مبدئيا كده انا واحمد رجعنا لبعض. انا بصراحه بحب احمد قوي، وكمان هو بيحبك وانتي بتحبيه. مش ده الموضوع. المشكله ان انا واحمد لما رجعنا لبعض اكتشفنا ان كل المشاكل والحوارات اللي كانت ما بيننا دي كلها كانت مقصوده ومدبره. لا مش فاهمه. طب بصي يا رنا، انا هحكي لك على كل حاجه، بس ارجوكي بلاش تسرع، لان المره دي الموضوع كبير قوي واحنا عايزين نتصرف الاول قبل ما نتكلم. اتفضلي. انا واحمد لما رجعنا لبعض اخدني واكد لي ان البنت اللي اتصورت معاه الصوره اللي على الموبايل دي، البنت دي مش كويسه خالص، وعليها حاجات كده زي قواضي اداب ومحاكم وحاجات غريبه كده، وان البنت دي من الاخر يعني هي دي شغلتها، وكانت مزقوقه عليه مخصوص عشان تتصور الصورتين دول ويجوا لي على الموبايل. بصراحه انا كنت حاسه انه مستحيل يعمل كده، بالذات يعني ان البنت بلدي قوي. خليني اكمل لك. المشكله ان انا واحمد ما كناش عارفين اصلا مين اللي ورا الموضوع ده كله. المهم فتره الخلاف بتاعتي انا واحمد دي، احمد بعت لي بوكيه ورد هنا على البيت. بوكيه الورد ده كان عليه كارت مكتوب عليه ان انا ما عملتش كده، وكان بيحلف. بوكيه الورد ده عم سيد طلعه لي هنا، وانا بقرا الكارت لقيت مكتوب عليه انا اسف ومش هعمل كده تاني. وبعدين ولا قبلين، ما كانش في اي حد موجود في البيت هنا ساعتها غير طنط مروه وعم سيد. طب وانت عرفتي ازاي بقى ان هي؟ استني بقى انا جايلك في الكلام. المهم وقت الخلاف بتاعي انا واحمد ده، لقيت فجاه طنط ماجده مامه احمد جت لي هنا البيت، واتكلمت معايا باسلوب وحش قوي اول مره تتكلم معايا بيه. قالت لي بعدي عن ابني، وانت مش مناسبه ليه، واحنا مش مناسبين ليكي، وما ينفعش تبقوا لبعض، وكلام كده غريب. طبعا انا اتعصبت جدا ورديت عليها، قلت لها انا اصلا اللي مش عايزه اتكلم معاه تاني ولا اشوف. انا واحمد بقى لما رجعنا اتكلمنا مع بعض، بصراحه كان عندي فضول اعرف هي ليه كرهتني قوي كده مره واحده، مع ان هي كانت بتحبني. لحد ما رحت واتكلمت معاها وعرفت السبب. ايه السبب بقى؟ طنط مروه. انا بقى يا ستي عرفت ان طنط ماجده وطنط مروه اتكلموا مع بعض، وطنط مروه قالت عليا كلام غريب قوي. قالت ان انا كنت عايشه مع واحد في امريكا في بيت واحد تقريبا كاننا متجوزين، وان انا مش طايقه العيشه في مصر هنا وعايزه ارجع تاني امريكا عشان اعيش معاه، وكلام غريب كده انا استغربت منه جدا. يا بنت اللذينة. بقول لك ايه، ايه يا رنا، انا بحكي لك علشان نفكر سوا عشان نشوف هنعمل ايه. لو كان في حد بيبوظ علاقتي انا واحمد، هو نفس الحد اللي كان بوظ علاقتك بكريم واهله، اللي هو في الاول وفي الاخر طنط مروه. مشكله دلوقتي بقى مش فيها، مشكله في بوبي. مشكله في بوبي؟ احنا دلوقتي حالا ننزل ونروح نفضحها. بقول لك ايه، اقعدي بطلي هبل. انت عارفه بابي بيحب طنط مروه قد ايه، ومش هيصدق ولا كلمه هنقولها له. لازم لما نروح نقول له حاجه زي دي يبقى معانا دليل قوي عشان يصدقنا. مش فاكره ساعه العمل لما لبستهولك وانا كنت هروح في ستي تايه؟ يا ريت تكون جاي النهارده وجايب لي حاجه معاك. اكيد طبعا يا مروه هانم، ده انت عارفاني كويس. انا لو مش جاي ومعايا اللي يقع طارق التميمي جه سعادتك ما كنتش كلمتك اصلا. طب لخص وقول. لا قولي لي انت الاول، هاخد فلوس ازاي لما تنفذ الاول انا قلت لك عليه؟ انا اسف يا مروه هانم. يعني ايه؟ يعني ما تاخذنيش حضرتك، انت بمنتهى البساطه بتبيع جوزك، والله اعلم لمين، ده موضوع ما يخصنيش. عايزاني انا اثق فيكي واديك الامان؟ طب تيجي ازاي دي؟ ما ممكن سيادتك تاخدي مني كل اللي انت عايزاه، وبعدها بمنتهى البساطه برضه تبين انا كمان. وده هنستفيد منه ازاي؟ سؤال حلو واجابته عندي. العقود اللي ماضي عليها معظم المشترين، بمعنى ان العقود دي لو بقت تحت ايدين سعادتك ومعاهم التصميمات، هنقدر بمنتهى البساطه نجمع توكيلات من العملاء، وبموجب التوكيلات دي هنتوكل على الله ونخرب بيت طارق التميمي ونرفع قضيه على الشركه. عشان كده كانت بتقولي على التليفون احضر لك ال5 مليون جنيه. متفقين توقعوا؟ وعزك كان بيسجل لمروه عشان مش ضامنها. ايه المطب اللي انا وقعت فيه ده بس يا رب؟ ده اختبار ولا ابتلاء؟ انا لو اتكلمت الحياه والشغل وكل حاجه هتتهد، وما ينفعش اسكت. اعمل ايه انا دلوقتي؟ اعمل ايه؟